وتنقسم أنواع الصقور إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي الصقور الصغيرة وهي ذات الجسم الممتلئ وتتغذى على القوارض والزواحف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن طائر الصقر. الصقر هو من الطيور الجارحة متوسطة الحجم التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، وتفضل بعض أنواع الصقور العيش في الأماكن ذات مناخ معتدل مثل نصف الكرة الشمالي. وتم اكتشاف 40 نوع مختلف من أنواع الصقور، من أشهرها الصقر الشاهين والصقر الأسود. يتغذى الصقر على الحيوانات الصغيرة مثل الضفدع والفئران والأرانب بالإضافة إلى الأسماك، وأيضاً الطيور الصغيرة. الصقر معروف بمهارته الفائقة في الصيد، فهو ليس فقط ماهر في تحديد فريسته من ارتفاعات كبيرة والانقضاض عليها كالسهم ويقتنصها بفضل نظره الحاد والثاقب، بل أن الصقر ماهر أيضاً في الانقضاض على الفرائس المتحركة في الجو، حيث يحدد الصقر فريسته ويقوم بعمل مناورات في الجو، وتبلغ سرعته تقريباً إلى 320 كيلومتر في الساعة أي 200 ميلاً. وتنقسم أنواع الصقور إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي 1. الصقور الصغيرة وهي ذات الجسم الممتلئ وتتغذى على القوارض والزواحف والحشرات. 2. الصقور المتوسطة وهي الأكثر أناقة بين الصقور، وتتغذى تلك الصقور على الطيور الصغيرة. 3. الصقور الكبيرة مثل الصقر القطامي، وتلك من الصقور تغذى على الطيور متوسطة الحجم والحيوانات الصغيرة. وفي الأخير متوسط عمر الصقر يتراوح ما بين 12 إلى 18 عام.